ورب الأغنام من طاقة جامعة مزرعة وقيادة رغيوة عملت تاونات سبينة ديال الحاولي ما هاد العام كاين الثمن على العام الأول 21% ولا 30% على الثمن ديال العام الأول لحسب العلف غالي واخا الحاولي غالي العلف غالي العلف كاين الثمن العلف دابا حاليا راه من 90 ريال حتى 5 دراهم راه الفول بالغ حتى 8 دراهم 9 دراهم حتى 10 دراهم الفول واخا دابا الفلاح كاين الفلاح اللي كيعلف الفول عنده الكليان ديالو عنده الناس ديالو كيعلف الفول الفول راه كاين عاد ب 10 دراهم الفول العلف التالي اللي رخيص 4 دراهم 5 4 دراهم ونص هذا العلف اللي رخيص اما شي حاجه اللي عاد تزيد هكا شي حاجه اللي قل من 8 4 دراهم ما كايناش شي حاجه العلف قل من 4 دراهم ما كايناش والعلف الحولي واخا عيا ياكل واخا عيا ياكل على الاقل على الاقل على الاقل خصك واحد 5 كيلو ولا 6 كيلو في النهار كيما بغى يكون النوع ديالو 4 كيلو ولا 5 كيلو ضرب حسب بحال كتجي شوف الشهر بحال كياكل الحولي في الشهر واش خات واخا الثمن كاين ماشي ما كاينش الثمن ولكن حتى الصاير كاين الثمن كاين والصاير كاين بجوج الحوايج ونطلبوا ربي الحبيبي يدير شي تاويض الخير هذا ما نطلبوا مع الله سبحانه وتعالى القضيه ديال الماشيه مول الماشيه ديما مكرفص معاها العلب الثمن الغلم الماشيه غاليه التبن بالثمن كلشي بالثمن الانسان لا ما صباش راه ما يعديش ضروري الانسان حتى حاجه ما كتجي سهله واش دابا الحولي عراجي وجدوا ضروري فيه تمارة فيه معاناة فيه الدواء فيه الماكلة شي حاجة مع الدولة هكا باش تعاونك ولا شي حاجة توقف معاك ولا شي حاجة ما كاينش هاد المنطقة هادي بالأخص هاد المنطقة ديال جامعة ديال المزرعة والفلاح كيقاسي كيقاسي بوحدو ماشي زعما شي حاجة اللي عاي تفيدك منها الدولة وتعاونك ولا شي حاجة المهم شي حاجة كتوجدها لراسك كتخدم لراسك شي حاجة كتوجدها لراسك ديك النعجة ولا ديك الخرف كتوجدو لراسك كتقاتل معاها كتوجدو راسك والحولي ولا الحولي هذا العام باش ما بعتها راك ما خارج بالثمن قي ولا بكثير ما المهم ما خارج راه من شهر 7 ديال العام الاول ديال 2023 والكتيبه كتاكل لحد الان اللهم يرحم جاب الله في هذا الشهر 3 ربي يكرم علينا بالشتاء وهاد القضيه بعد راه مزيانه الحمد لله ولكن واخا هكاك مازال الحولي كيعلف الحولي ديال العيد راه مازال كيعلف واخا الكتيبه مازال شبعانه الحولي ديال العيد راه كيعلف الحولي والحوليه والمناطق كاين مناطق جهه ديال الحاوز عبداد وكلا اطلس الشرق الناس كاين تسمى جمعيات كاين ديك الجمعيه ديال لانو كيعاونوهم بالاعلاف الحوليه كيخلصوهم فيها كاين المراقبه بيطريه كاين جميع المهم شي حاجه ديال الاعانه كاينه حنا في هذه المنطقه هنا حنا مهمشي حنا شي حاجه المهم اللي كاينه تعاونك فيها الدوله وزعما تنتعاد دعمك ولا لا حنا في هذه المنطقه هنا شي حاجه كديرها كتقاتل معها بيدك كتوجدها لراسك باش يقاوم يواكمك شي واحد ولا شي حاجه ما كايناش هذا هو